السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا قبل هذا الفيديو كنت ناشرة فيديو عن تسميد الأصص والسنادين أو الحديقة بطريقة خلط السماد مع الماء، خاشوقة مال ملعقة شاي مسح للتر ماء وهكذا. هسه أشوفكم طريقة تسميد الحديقة، لكن وضع السماد بالتربة مباشرة، لأن حديقة أشجارها ما شاء الله يعني كبيرة. لكن أنتوا إذا تحبون تخلطوا بالماء يلا تسقون عادي، لكن إذا كانت المساحة أكبر فتتعبون يعني بهاي الطريقة. فأيضا شوفوا هاي، طبعا هاي سماد MBK، إذا تشوفون لونه مثل الأبيض كان يتوردي زين عيني، وهذا الأسود هي هوميك عناصر صغرى. وهاي إذا تشوفون طبعا خليتها الصبح، الدنيا كان بها غيم، توقعت راح تمطر فيختلط السماد بالمطر، المطر يؤدي مهمة السقي، لكن أشوف ماكو مطر بعدها بس غيم. فإن شاء الله هسه أنا راح أسقيها كلها زين عيني، وشوية أبتعد عن الساق من أخلي حول النباتات السماد ينحط، ابتعد عن الساق قدر الامكان زين عيني. واذا قدرت اقلب التربة افضل يكون، يعني اقلب التربة ويا السماد، اقلبها قبل ما اطي المي، وبعدين انطي المي. هذا MBK 2020، يعني سماد جيد جدا بالاخص للمبتدئين. وهاي عناصر هوميك، هاي أبصال النرجس الجميلة إن شاء الله تزهر بعد السماد ونشوفها. وهكذا يتم تسميد، هكذا نسمد الحديقة، هكذا نسمدها، نشوف هكذا نسمدها. بالنسبة للسنادين، ها ملعقة مال الشاي وأخلطها بالتراب، يلا أسقيها مي حتى ما أحرق الساق ولا أذن النبتة. أما بالنسبة لنباتات الحديقة، تريدون تخلطوه مع الماء حسب النسبة اللي قلت لكم إياها، خاشوقة ماء شاي على لتر ماء تخلطوه جيدا وتحطوه، يا إما بالتراب تخلطون التراب بعدين تسقوا، يعني السقي غمر. إذا تذكرون إحنا نظفنا الحديقة وحرثنا حول النباتات، يعني هيجنا التربة وبعدين خليتها تتهوى أكثر من يوم زين، واليوم سمدناها بالسماد كلها. فهسه راح ابدي اسقيها، وشكرا جزيلا، وازرعت تفرح وربي يسعدكم.